من ساعات قليلة في زلزال جديد ضرب مدينة هطاي التركية بقوة 6.4 ريختر، واللي تسبب في انهيار بيوت كتير ووفاة وإصابة المئات من الناس. والحقيقة انه ما كانش الزلزال الوحيد اللي حصل، لان تركيا وسوريا والمنطقة العربية كلها بقالها اسابيع بتمر بعدد ضخم من الزلازل القوية والتوابع الارتدادية ليها اللي محدش شافها قبل كده. ولكن الجديد بقى في الموضوع هو ان اول امبارح اللي هو يوم 20 فبراير لما الزلزال بتاع تركيا ده اثار وصلت لنا هنا في مصر وحسينا بيه للمرة التانية في اقل من شهر، بعد ما حسينا بقوة الزلزال الاول في تركيا اللي تسبب في الدمار الكارثي الموجود هناك حاليا، اتفاجئ الناس بظاهرة مخيفة انتشرت في كل حتة على السوشيال ميديا لصور اضواء غريبة ظهرت في السماء في اكتر من دولة، واللي سبقت حدوث الزلزال بساعات وربما بدقائق معدودة. والاضواء الغريبة دي في ناس كتير قالت انها كانت انذار بحدوث الزلزال ده، وانها ممكن تكون جاية من مصدر صناعي او سلاح جديد سري هو اللي بيولد الزلازل دي في العالم. بل ووصل الامر لاننا شفنا الاضواء دي امبارح في محافظة اسكندرية على ساحل البحر المتوسط، وده حصل قبل وفي وقت حدوث الزلزال الاخير في تركيا. فيا ترى ايه حكاية الاضواء الغريبة اللي بتسبق حدوث الزلازل دي، وهل هي ظاهرة حقيقية فعلا وبتحصل ولا مجرد صدفة، وهل ليها مصدر صناعي مخيف، ولا الموضوع ممكن يكون له تفسير علمي ومنطقي؟ كل دي حاجات هنعرفها وهنجاوب عليها في حلقة النهاردة. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع خليني اقولك اني عملت قناة جديدة متخصصة في المواضيع الغامضة والغريبة والمثيرة للجدل، وكالعادة كل كلامنا هيكون بالمصادر، وهسيب لك لينك القناة تحت الفيديو في الديسكريبشن، ويشرفني انضمامك ليها. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. مبدئيا كده علشان تبقى فاهم معايا الموضوع بالظبط، خلينا اقولك ان الظاهرة اللي بنتكلم عنها دي اسمها ظاهرة الايرثكويك لايت او ضوء الزلزال، واللي هي EQL اختصارا، ودي عبارة عن ظاهرة جوية بيبان فيها اضواء لامعة وساطعة بتنور بؤر معينة في السماء وملهاش تفسير مؤكد. والحقيقة انها زمان لما كانت بتظهر كانت بتلفت انتباه الناس، ولكن محدش كان بيهتم قوي. والاهتمام كله بدأ لما تم ربط الاضواء دي باوقات حدوث الهزات الارضية، ومن هنا سموها اضواء الزلازل. والحقيقة ان قصة اضواء الزلازل دي مش جديدة خالص على الرغم من ندرتها، بل هي ظهرت في اوقات كتير مختلفة من التاريخ البشري. يعني عندك مثلا واحدة من اوائل المرات اللي تم تسجيل ظاهرة الاضواء الغريبة دي في السماء في وقت حدوث زلزال كانت سنة 869 في اليابان، لما حصل زلزال سان ريكو وقوته كانت مدمرة ووصلت ل 8.6 على مقياس ريختر. واثناء ما كان الزلزال ده بيحصل، شهود عيان ووثائق تاريخية كتير اكدت ان كان في ضوء ولمعان غريب في السماء في وقت حدوثه. ومش بس كده، ده في مشاهدات تانية زي مثلا زلزال كالابانا اللي حصل في هاواي سنة 1975 وشدته كانت حوالي 7.7 على مقياس ريختر، وبرضه ظهر معاه اضواء غريبة في السماء. وظهر التاني في سنة 2003 فوق اجزاء من المكسيك وقت زلزال كوليما، وظهر التاني في سنة 2008 فوق مدينة تيانشوي الصينية في وقت حدوث زلزال سيشوان، وبعدها في سنة 2010 ظهرت فوق مدينة تشيلي وقت حدوث زلزال عندهم برضو، ومرة كمان فوق مدينة ويلينغتون في نيوزيلندا في سنة 2016، وغيرهم كتير. وكل دي مشاهدات تم رصدها وتصويرها من الناس ومحدش فاهم ولا عارف تفسيرها ايه. والمرعب بقى انها احيانا بتحصل قبل وقوع الزلازل نفسها، زي مثلا اللي حصل في سنة 1988 في مدينة كيبك في كندا، لما الناس شافوا اضواء غريبة وغير مفهومة في السماء، وبعدها بحوالي 11 يوم حصل زلزال في المنطقة قوته كانت حوالي 6 ريختر. وغير ده كمان ففي سنة 2007 الناس اللي في البيرو في امريكا الجنوبية شافوا نفس الاضواء الغريبة دي فوق البحر قبل ما يحصل الزلزال الكارثي اللي قلب الدنيا وقتها واللي قوته وصلت ل 8 ريختر. وطبعا زي ما انت متوقع ان الظاهرة دي حيرت العلماء وسببت خوف كبير بين الناس، وبدأت تاخد محل الاهتمام من الدراسات العلمية لحد سنة 2014 لما جه عالم في وكالة ناسا اسمه فريدمان فرويد ونشر ورقة بحثية بتحاول تقدم تفسير منطقي على سبب حدوث الأضواء الغريبة دي. والبحث بتاعه ده كان مجمع معلومات من حوالي 65 وقعة مختلفين ظهرت فيهم الأضواء الزلزالية في ظروف وأوقات مختلفة. واللي قالته الدراسة هو إن الأضواء الغريبة دي في أغلب الحالات بتحصل لما قوة الزلزال بتزيد عن 5 ريختر، وفي معظم الحالات كانت بتحصل أثناء أو بعد حدوث الزلازل، ولكن في حالات قليلة ونادرة وتحديدا في 8 حالات فقط من ال 65 حالة اللي سجلتهم الدراسة، لأن الأضواء دي ظهرت قبل الزلزال كإنذار إنه على وشك الحدوث.
وإجمالا هي مش ظاهرة منتشرة لأنها بتحصل في حوالي 5% فقط من كل حالات الزلازل في العالم. طيب يا عمدة، إيه بقى تفسير المتخصصين للظاهرة الغريبة دي؟ بص يا سيدي، حسب التفسيرات العلمية فمعظم الظواهر دي بتحصل نتيجة لاحتكاك طبقات الأرض مع بعضها أثناء أو قبل الزلازل، وبسبب الاحتكاك ده فالغازات الموجودة في الصخور وخصوصا الأكسجين بيحصل لها عملية تأين، وبعدها بتتسرب من بين طبقات الأرض والتشققات والتصدعات اللي بتحصل في القشرة الأرضية، وبتنطلق لفوق في الغلاف الجوي في صورة غاز متأين ومشحون، وبينتج عنها طاقة كهربية مشحونة هي اللي بتسبب الأضواء الغريبة اللي بنشوفها في السماء دي. وفي أغلب الحالات برضو الظواهر دي حصلت في محيط مناطق كان فيها طبقات الصخور بتتكون من الكوارتز والبازلت والجبر وعناصر تانية، علشان دي أكتر عناصر ممكن ينتج عنها الشحنات الكهربية الغريبة اللي اتكلمنا عنها دي. طيب هنا بقى هيجي السؤال المهم، هل الأضواء الغريبة اللي شفناها في اسكندرية أول امبارح دي هي إنذار بحدوث زلزال قريب من المنطقة؟ والحقيقة إن إجابة السؤال ده في منتهى السهولة، وهي طبعا لأ، علشان اسكندرية أولا بعيدة جدا عن بؤرة الزلازل اللي بتحصل دلوقتي في محيط البحر المتوسط والحزام الزلزالي اللي في جنوب تركيا، والأهم إن تم تفسير سبب الأضواء دي بأنها كانت مجرد حفلة شغالة في قلب اسكندرية وفيها أنوار زرقاء شغالة وضربة في السماء، يعني على الرغم من أنها شبه الأضواء الزلزالية ولكنها ملهاش أي علاقة بيها. ولكن اللي ملوش تفسير فعلا هو أن الأضواء دي ظهرت فوق أماكن تانية زي سوريا وتركيا وغيرهم في وقت حدوث الزلازل وفي أماكن مش موجود فيها المواصفات المذكورة في التفسيرات العلمية دي، وبالتالي محدش لقيلها تفسير حتى الآن. ويمكن هو ده السبب اللي دفع بعض الناس أنهم يقولوا أن الزلازل دي في الواقع مصطنعة، وأنها بتحصل بسبب وصول دول معينة لتقنيات متطورة بشكل مخيف وقادرة بالفعل على توليد الزلازل. وإن شاء الله ده هيكون واحد من ضمن المواضيع اللي هتكلم عليها بالتفصيل في قناة غموض بلا حدود. المهم إن الناس دول استشهدوا وتداولوا تصريحات للسفارة الأوروبية والغربية وهم بيحذروا رعاياهم لأنهم ياخدوا حذرهم أو يخرجوا من تركيا قبل الزلزال بأيام. ده غير إن في كمان مقطع فيديو انتشر لمدير وكالة الفضاء التركية سردار حسين بيتكلم فيه عن قدرة بعض الأسلحة على توليد الزلازل بقوة كبيرة، وتحديدا من خلال إرسال قضبان من التيتانيوم طولها 10 متر من الفضاء للمنطقة المستهدفة على الأرض من خلال الأقمار الصناعية. ولكن خليني أقولك إن كل ده كلام فارغ، لأن الفيديوهات اللي انتشرت للسفارات في تركيا اللي الناس بيتكلموا عنها دي ظهرت في الأساس بسبب المظاهرات اللي عملها الأتراك قدام السفارة السويدية احتجاجا على حرق المصحف الشريف في السويد. وحتى الفيديو بتاع مدير وكالة الفضاء التركية قديم ومقتطع من سياقه اللي كان في مؤتمر علمي تم إجراؤه في معهد استراتيجي من فترة طويلة، والراجل بنفسه طلع وقال إن النظام اللي اتكلم عنه ده ما عندوش القدرة على خلق أي تصدعات أو زلازل تكتونية وملوش أي علاقة بزلازل تركيا اللي هي عبارة عن زلازل تكتونية حصلت في خط صدع معروف ومدروس كويس. فيا ترى أنت إيه رأيك؟ هل أنت شايف إن الأحداث الغريبة اللي بتحصل دلوقتي والزلازل الكتير المدمرة اللي بتحصل اليومين دول هي سبب طبيعي فعلاً، وهي مجرد هزات ارتدادية طبيعية بسبب حركة الصفائح التكتونية للقشرة الأرضية؟ وهل اقتنعت بالتفسيرات العلمية للأضواء الغريبة اللي ظهرت في السماء دي؟ ولا الموضوع ممكن يبقى أكبر من كده ويكون ده بسبب سلاح سري بتستخدمه إحدى الدول؟ هسيب الإجابة على كل التساؤلات دي لخيالك أنت. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس على شكل قلب تحت الفيديو، ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وما تنساش كمان تشترك في قناة غموض بلا حدود، هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.